إذن أهلا وسهلا بكم متابعينا ومشاهدينا الكرام في هذا البث المباشر هنا من مدينة فاس. بطبيعة الحال هذا هو العكاز ديال با محمد اللي لقاوه متابعينا الكرام مشنوق في هذا المكان بالضبط. هنا في القهوة مشنوق، واش ما عرفناش تفاصيل الملابسة ديال الواقعة، أكيد أن مختص السلطات أكيد غادي يعرفوا شو وقع. هذا هو العكاز اللي خلاه حسب الشهود العيال اللي بطبيعة الحال كان واحد الحالة ديال الصدمة هنا في المسجد اللي في دار الدبار. بطبيعة الحال في العين اللي هنا كاين واحد العين هنا في القهوة، هنا معلق يعني بالكوردة مشنوق هنا طريقة بشعة، وخلى هاد العكاز هذا ديالو. اجي معايا خويا، خويا تقدم تمايا. السلام عليكم، وحسين الصادق ممثل الجمعية، ممثل الجمعية المهنية للمعلمين الدباغة التقليدية شوارى فاس. واخا خويا هذاك هو العكاز ديال فعلا العكاز ديال المعلم ديالنا السي محمد بالفاقر، هو معلم القدماء المعلمين، عائلة كبيرة كانت في مدينة فاس، وكان حتى الأب ديالو معلم. العائلة نخليو العائلة، نتحدثوا على السيد الله يكثر خير، العائلة غير خليها. هذا السيد ديالو خلاه تما. العكاز هو السند الوحيد اللي بقى له من بعد الله، يعني من بعد ما كبر في السن، ومن بعد ما كان هو كان دوز واحد الفترة في السجن فترة طويلة، ومن بعد ما خرج يعني كان معلمين اللي كيمتهنوا الحرفة بالجودة ديالها بأي شيء، معلمين الأمهار القدامى ديال الحرفة. يا انا ندخل في التفاصيل. هذاك العكاز ديال السيد اللي كان دائما كيجي. نعم العكاز سموه من هالشيء لانه كان راجل موسين. راجل موسين يعني هذا السيد هذا ملي خرج من السجن نعم. ما بقاتلوش القدره باش يقوم بالعمل ديالو كما كان قبل نعم. ولقى حتى القطاع ديال الصناعه التقليديه مع الظروف الجائحه الى اخره القطاع اصبح سلبيا نعم. المداخل ديالو سلبيه. انا نهضروا على الصناعه التقليديه، ديما كنهضر على الصناعه التقليديه نعم. خليني في الفاجعه اللي واخ. دابا وغنرجعوا للصناعه التقليديه ان شاء الله، ماشي مشكل، ما نربطوش موضوع بموضوع. هذا الان خلفات يعني هذه الفاجعه هذه صدمه في النفوس ديالكم انتم كصناع. طبعا طبعا كيفاش استقبلتوا هذا الخبر ديال الوفاه ديالو ديال بانه مش يعني بطريقه بشعه؟ هذه الحادثه جاتنا مفاجئه، ما نويناش هذا السيد يقوم بهذا العمل هذا نعم. ونظرا لكبار السن ديالو يعني بقى فينا بحال الاخ ديالنا بحال الاب ديالنا، يعني حنا كنعيشوا كعائله في قطاع الصناعه التقليديه، ملي كنفقدوا شي واحد سواء مات موت الله ماشي كيبقى فينا، ماشي عادي الا مات بهذه الطريقه هذه. كيفاش كان عايش هو مسكين هنا في الاحوال ديالو في الاخر؟ لان ما قبل يمكن نقول لك هو كان مع راقوت كان معلم معلمين يعني المداخل كانت مزيانه، في الاخر تبدل عليه القطاع والقطاع الصناعه التقليديه كنت كهل ما بقاتك صحه يعني ما عندكش المدخول ما توفره. باش يخدم يعني حنا قطاع غير مهيكل باللغه العربيه. كاين المهيكل كاين غير المهيكل. اييه. كاين المهيكل كاين المهيكل، باش ما نتطرقش. نعم. كتهضر لي على المهيكل. واخ. الله يكثر خير. يعني هذا الشخص هذا ملي كيدخش واحد المدخول كنتعاملوا معاه حنا كناس كنعرفوه. يعني باش كتعامل معاه يوميا كاين نهار ما تيكونش عندك ما تعطيهش، يعني السيد ما يصبرش. كيف تصورتي معاه هكا؟ ما خصنيش نقول هادشي ولكن كلشي كيتعامل معاه، يعني حنا تعاملنا كاملين، ملي تيكون عندنا ما عندناش حنا ما كنتعاملوا شي معاه. نقول بان الضغوطات لربما الماديه هي اللي الضغوطات الماديه كتاثر فينا، لانه هو ما عمره ما كان كيمد يديه، يعني هذا ضغط كبير اللي عادي يقيس هذا السيد هذا باش يضطر ينتحر، يعني باش تمد يديك وكاين اللي يعطيك وكاين اللي ينفرك، راه يمكن لك دير اكثر من هذا يعني. هذاك هو العكاز باش نرجعوا لربما الموضوع. هذا هو السند ديالو الوحيد اللي بقى، ماشي غير العكاز. هذا هو السند ديالو، السند الواحد باش نقول لك اللي كاين. نعم اذا متابعينا الكرام كتشوفوا الصديق ديالو بطبيعه الحال اللي كيعرفو مزيان كيتحدث على الظروف الماديه ديالو، وخلى هاد العكاز في مشهد اقل ما يمكن نقولوا لانه جد مؤثر هنا في القهوه بطبيعه الحال وسط الصدمه ديال الاصدقاء ديالو ديال القطاع، قطاع الصناعه التقليديه وديال الجد غنتحدثوا عليه، ودائما غننقلوا المعاناه ديال الصناعه التقليديه، وجينا ماشي مره ماشي جوج وتحدثنا على على على, على هاد الامور هذه. هاد السيد هذا ديرنيير موش مؤخرا يعني دابا كبر ما بقاش كيشتغل، كان كيشتغل شحال هذا؟ نعم حنا ملي توفى ما كانش كيشتغل في القطاع، يعني ما كانش هذا الضرر، لان الصحه اللي غيشتغل بها، لان هاد الخدمه هادي كتطلب واحد القوه بدنيه. نعم يعني كبرتي في السن ما بقاتكش قوه بدنيه ما تشتغلش، هو راه ماشي غير واحد، كاين عدد كبير من هاد الناس هادو اللي يمكن هاد اللحظه هادي يعني كمسؤولين على القطاع وكمنتخبين اللي كي او اداره معنيه يمكن لا ترد البال لهاد الناس من هاد الكارثه هادي، يعني الشخص باش ما يبقاش مثلا ما يبقاش بالتكرار، لان كاين اللي كيرد كما كي غالبيه ديال الصناع التقليديه ما كيرضاوش يمدوا يديهم، لانهم دائما كيعولوا على دراعهم، الدراع ملي كيخونهم
يعني كيجيو يوصلوا لهاد الحاله الظروف النفسيه ديالهم كتنهار. فهنا كنناشدوا جميع المسؤولين على القطاع يوليو يردوا الاوراق ديالهم اعاده الاوراق ويشوفوا شي طريقه باش يباشروا هاد الناس. قطاع الصناعه التقليديه راه قطاع راه مورود ثقافي يعني ماشي شي حاجه اللي غادي راه وشكرا يعني شكرا خويا. متابعينا الكرام كتشوفوا في هذا البث المباشر حنا كنحاولوا كل حيثيه ديال هذا الموضوع. اكيد الملابسات الظروف لا يعلمها الا الله. حنا لا نتحمل مسؤوليه ما يقال كنقل لكم الواقع. هذا هو العكاز ديال هذا السيد اللي لقاوه مشنوق هنا. الظروف الملابسات ديال هذه الواقعه يعلمها الا الله. شكرا متابعينا الكرام دمتم في امان الله. السلام عليكم ورحمه الله.